أيهما أفضل في صلاة التراويح للإمام، القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب؟ لأنني سمعت أحد العلماء ينهى عن القراءة للإمام من المصحف نهائيا ويعتبرها مشغلة، وسمعت آخر يحبب القراءة من المصحف خوف الارتباك والخطأ. أفتوني أي الأمرين نتبع جزاكم الله خيرا. هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الإمام يجيد الحفظ والقراءة عن ظهر قلب فإنه يقرأ عن ظهر قلب ولا يقرأ من المصحف. أما إذا كان الإمام لا يجيد القراءة عن ظهر قلب ولا يتقن الحفظ أو لا يحفظ أصلا، فلا مانع أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، صلاة التهجد، للحاجة إلى ذلك. فالحاصل أن الأصل أن الإمام يقرأ عن ظهر قلب حافظا للقرآن، وإذا لم يستطع فإنه يقرأ بالمصحف، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.